الحياة أشبه بمعركة عنيفة حكم علينا أن نخوضها، فلا يمكننا أن نتجنبها أو نتجاهلها. نصارع الظروف، يصارعنا الوقت، فإن صعبت عليك الظروف فاحرص أن تهزمها، وإن كان الوقت كالسيف كما يقولون فاحرص ألا يقطعك. Ladies and gentlemen، أنا الكابتن صالح الراشد وطاقمي الخاص نتمنى لكم وقتا ممتعا في رحلة جديدة مع ضيف جديد على متن طائرتنا في ذا بلين. اربطوا الأحزمة. الاسم ليلى أحمد علوي، تاريخ الميلاد 4 يناير 1962، العمر 57 سنة، الجنسية مصرية، المهنة ممثلة، محل الإقامة جمهورية مصر العربية، الوجهة باريس. نتمنى رحلة سعيدة لبرنسيسة السينما ليلى علوي. ذا بلين انطلق لليوم، وبالنسبة لي أتوقع، ومو متوقع فقط بل متأكد في أن الرحلة اليوم ورحلتي ستكون أجمل رحلة في ذا بلين. أجمل رحلة ليش؟ لأنني مو بس أمام جمال وثقافة ونجاح ونجومية وشيء مميز وفخر للفن المصري والعربي. معنا ومعاي اليوم ألقابها كثيرة بصراحة، أقول سيدة النيل ولا البرنسيسة ولا قطة السينما ولا حسناء الشاشة العربية ليلى علوي. الله يخليك. إزايك؟ أنا كويس، أنا مبسوطة أنا طالعة رحلة معاكي النهاردة. وأنا مبسوط قوي والله يعيني، أنا المفروض أني أسأل أسئلة قوية، بس أمام الجمال والرقة والثقافة صعب أني أسأل أي سؤال. أنا مكسوف منك. ليه مكسوف مني؟ يعني يا رب اقدر اني اسوق الطياره كويس. لا اكيد هتقدر، انت كابتن هيل. ان شاء الله انت اللي هيله استاذه ليلى، بس انا حقول لك ليلى. دن دن دن. ومجانين ليلى كثر؟ لا خالص. معقوله؟ لا مش معقوله، ما عندهم نظر. الجميله ليلى علوي اختارت باريس فرنسا على اساس انها تكون وجهتها. كم مره زرتي باريس؟ بروح باريس وانا عندي 12 سنه لاني انا كنت في مدارس فرنساوي، فكنا بنطلع رحلات، فما بحسش بغربه. انا دايما احس بغربه من السفر وما احبش اسافر فتره طويله، فباريس هي البلد الوحيده اللي ما بحسش فيها بغربه، بعرف اسوق فيها العربيه، بعرف مش باريس يعني، ممكن يعني مره خدت العربيه من باريس ما كنت رايحه مع راجان كان وما لقيتش ولا تذكره، فروحت مأجره عربيه وطلع من باريس انا واختي كنا صغيرين على كان عشان احضر المهرجان. الكلام ده كان يمكن في منتصف التسعينات كده او حاجه. 9 ساعات سواقه بس استمتعت بيها جدا وحبيت فرنسا اكتر. نعم. كمان تليفو سافا بيان فو كلجت. قلتي لي يعني وانت؟ انا كويسه وانت؟ سافا بيان ميرسي. Très bien. Quel âge as-tu? Je crois 55, 56. بتقولي عادي؟ Oui. اوكي. احترم هذه الشخصية الجميلة، انا اعرف شوية فرنسي بس اكيد مش زي حضرتك. ونورتي الكويت، نورتينا في الكويت وتكريم رائع حصلتي عليه. الحمد لله انا انبسطت جدا 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 وبشكرهم جدا، وكنت سعيدة ان انا بلتقي بعد فتره طويله ما شفناش بعض مع زملائي الفنانين والفنانات العرب، وما اعرفش حقيقه كانت ليله حلوه. وليلتنا اليوم راح تكون احلى مع كل مسافرينا عبر قناه الاي تي في، وهذا اول لقاء تلفزيوني كامل تظهر فيه النجمه الجميله ليلى علوي. هابي فالنتاين داي. ثانك يو ماي دير، ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش.
هذا قليل. واو ثانك يو ميرا، ثانك يو سو ماتش، اي لاف ات. تفضلي خلي جنبك. يس الورد للورد. او لا لا، وهذا شيء بسيط يعبر عن حبنا وتقديرنا لوجودك اليوم في ذا بلين. فثانك يو سو ماتش لي فلاورد على هذا الورد الجميل. ثانك يو ثانك يو ثانك يو، اي لاف ذا فلاورز. اوكي مرتاحه كده ولا خليه كده؟ لا نخلي المضيفه تجي تاخده ولا نخليه جنب؟ هو حرام خليه جنبنا هنا بقى. اوكي الترابيزه. اوكي اوكي فالنتاين. اوكي ثانك يو. اوكي ذاتس فاين كده فاين جريت. اوكي هو كبير قوي ويعبر عن، ان شاء الله يعبر ولو بالجزء البسيط لمحبتنا للحسناء ليلى علوي. ليلى ما شاء الله القابك كثيره، البرنسيسه، القطه الجميله الحسناء، اتوقع ان حضرتك تعبتي مثل ما بيقولوا لك. حلوه حلوه حلوه، جميله جميله جميله. الحمد لله دي نعمه من ربنا، بس انا بجد النعمه الحقيقيه هي حب الناس، لان الواحد لما بيحب بيبقى عينيه بتشوف الحاجه حلوه، فده اللي حاصل لي الحمد لله. نعم، شنو اكثر لقب بتحبينه؟ تنبسطي لما بيقولوا لك اياه؟ لولا. لولا. ايوه يا لولا. وقطه السينما؟ طبعا يعني بحب كل الالقاب اللي بتتقالي وكل حاجه، بس انا مش بحس ان ده يعني تعبير عن حب الناس او رد فعل الناس شايفيني ازاي، لكن انا في الاخر بحب ليلى، يعني هي ليلى بالنسبه لي. وام خالد. وام خالد دي بالدنيا، دي اهم حاجه عندي. طبعا واضح من اول ما ينذكر اسم خالد الله يحفظه يا رب ويخلي لك اياه. الله يخليك ويحفظك. عيد ميلاده من كم يوم. مزبوط. العمر كله بقى كم عمره؟ 17. 17 وعاوزاه بقى يبقى طيار ولا ايه؟ هو عايز يبقى ايه ان شاء الله، هو المفروض السنه دي هنقدم نخلص ان شاء الله السنه دي الثانوي ايه؟ جريد 12 ويقدم بقى في الجامعه اللي هو عايزه. نعم الله يوفقه ان شاء الله يا رب. وما تخافش على ماما، ماما في الحفظ والصون، وعندنا هنا في الكويت قطه السينما القطه ليلى علوي في عملها هادئه جدا ومطيعه ولا مشاكسه ولازم هي اللي تقرر وتفكر وممكن تخربش كل. اوكي يعني لازم اقرر وافكر واختار اللي انا حابه اشتغله، لكن مطيعه جدا لما بيكون المخرج حاسس بكل حاجه وبيديني شغلي مظبوط ببقى مطيعه جدا، بالعكس ببقى مطيعه قوي يعني. بشاكس لو شايفه ان في حاجه مش مظبوطه، وده طبيعي لاني بحب شغلي قوي وبخاف على شغلي وبحب زملائي، يعني انا مش بحب انا بس اللي اطلع كويسه في العمل. صح. احب الناس كلها اللي في العمل يطلعوا كويسين، فلو لقيت ان في حاجه مش مظبوطه كده ما بعرفش اشتغل، ولو عبرت عن ده وما فيش استجابه ممكن اشاكس وممكن تخربشي. ما اعتقدش. لا انت مش عصبيه؟ لا انا عصبيه. يعني ممكن تزعقي؟ صح كده تزعقي؟ صح ازعق. ممكن طبعا ازعق، بس انا اتعلمت عشان اشتغلت وانا صغيره قوي. فدايما اتعلمت من الاساتذه الكبار ان العصبيه في الشغل مش بتفيد. صحيح. بتعطل. وانا عصبيتي مش حلوه. يعني لو اتعصبت بتعصب بجد، يعني في ناس بتعرف تتعصب من بره. نعم. يعني تزعق مش عارف كده وهي من جوه كول مفيش حاجه. انا لو اتعصبت بتعصب بجد فبتعب بجد. ف اتقي شر الحليمه اذا غضب. انت هاديه 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 ولكن اذا عصبتي تتذكرين اخر مره عصبتي فيها امتى؟ بص انا مش بتعصب في الشغل. اوكي. يعني دايما اتعودت ان اعمل كنترول في الشغل واتعصب في البيت. على خالد؟ لا حبيبي. إيه. لا بليز. على منو؟ يعني بقى اتعصب على اللي بيغلط. اوكي برج الجدي. برج الجدي ليلى علوي شخصيه جديه. هي ملتزمه. نعم. واحب اعمل كل حاجه بجد. صحيح. العب العب بجد، اشتغل اشتغل بجد، يعني كل حاجه لازم تاخد حقها عندي. صحيح. وان شاء الله اليوم حنطير بجد. يلا ان شاء الله وباذن الله. هناك اتهام دائما يلاحق ليلى علوي ان ليلى معتمده على جمالها. انا ايه
هذا الاتهام ولكن المتهم بريء، وانت قاعد تثبتين من غير او من خلال اعمالك في ان لا انت غير معتمده على جمالك. فشلون استطعتي في ان انت تخلين الناس يعني ترى الجميلات انتم تعانون، اعتقد تعانون من مشكله ان هناك تركيز على الشكل وعلى الجمال، فانت شلون قدرت ليلى علوي تتخلص من عباءه الجمال هذا وتبدا الناس تركز في اداء ليلى علوي؟ الحقيقة اللي ساعدني على ده أول عمل كان خرج ولم يعد اللي هو مع الأستاذ محمد خان. نعم. وكنت طالعة فلاحة وفي الغيط المصري. صحيح. في الريف المصري. صحيح. وما فيش ميك اب وجلبية، زغطت البط وحميتي الحمار، كرم السامع الحمار وحلبتي البقرة مزبوط، وصوت الجرار ايه وكله يعني من خلال هذا العمل. من خلال بعديها لان هو كان دايما الترشيحات بتجي لي انها تطلع البنت الحلوه مش عارفه ايه الكلام ده، خرج ولم يعد كسر ده عند المخرجين والمنتجين مش الجمهور. يعني الترشيحات دايما بتيجي من المخرج او المنتج. لما انا عملت خرج ولم يعد ابتدت بقى عده ادوار كتيره تيجي لي مختلفه خالص غير نمطيه، منها اعدام ميت، منها زمن الممنوع، المغتصبون، وحاجات كثيره بقى. تذكرين ليلى اول مره سافرتي فيها بحياتك؟ السفره الاولى. اه طبعا. وين كانت؟ اليونان. كم كان عمرك؟ هو انا مش فاكره يعني، افتكر انا بص انا والدتي يونانيه كانت. نعم. فكنا كل سنه في الصيف، الله يرحمها، كل سنة في الصيف كنا بنطلع اليونان. يعني نخلص المدرسة 3 أشهر الصيف دول بنقعدهم في اليونان لغاية ما كان عندي 9 سنين. نعم. فهذا هو أول بلد تزوني، تعتبرينها بلدك اليونان؟ آه أنا يونانية، يعني أنا مصرية ويونانية. وتعرفين تتكلمين يوناني طبعاً؟ لا مش برف يعني أمشي حالي، يعني أختي بتتكلم أحسن مني. آه أوكي. أختي بتتكلم وبتكتب كمان. انا اكتب اسمي بس. اختك حلوه زيك كده؟ لا احلى، احلى بكتير. اسم الله عليها، الله يحفظها. اسمها ايه؟ لمياء. لمياء، عاشت الاسامي. وسلم لنا على اكبر منك ولا اصغر؟ على فكره جوزها كابتن بقى. اه ما شاء بجد الله. بقى مش بجد كابتن كبير ترى انا بجد. هل تشوفين ان الفنان من الواجب عليه انه يعمل سياحه لبلده؟ طبعا. انت عارف أنا أفتكر كان في مهرجان القاهرة وأنا اتعلمت كتير قوي قوي من المهرجانات وبالذات مهرجان القاهرة. فكان الأستاذ سعد الدين وهبة الله يرحمه كل ما يكون في ضيوف وبالذات من فرنسا، فعندي اللغة فكنت أروح واستقبلهم واهتم بيهم واخدهم الحسين ونزور القلعة. يعني كنت بنبسط قوي وأنا بعمل ده، إن أنا بحس إن عايزه اوريهم بلدي حلوه ازاي والاماكن اللي فيها، وطبعا بيبقى عندي فكره هم بيحبوا ايه وعاوزين يشتروا ايه وعايزين يشوفوا ايه، فدايما بنعمل كده. ومع الاسف وعلى فكره مش مع الاجانب بس، يعني مع حتى اخواتنا العرب برضو. يعني اذا انا جيت مصر حتوديني؟ انا ولا مره زرت مصر. لا مع الاسف، مع ان اصحابي كلهم مصريين. لا مش معقول. اه والله بس لا عندك لكنه مصريه حلوه كويسه. اه يعني اجي مصر خلاص يلا تعال عايش مع احلى شعب. حبيبي الشعب المصري احنا ما نستغني. تنور مصر، تنور بلدك. الله يسلمك ويحفظك، بلد ام الدنيا وبلد الحضاره والثقافه والفنانين يعني، والمكتبه العربيه اللي عندكم اياها من الافلام السينمائيه والاعمال، يعني احنا نتعلم من مصر وحضارة مصر. شكرا. الله يسلمك. من المخرج اللي طلع من جواكي ليلى علوي البروفيشنال الممثلة الصح؟ الحقيقة انا كنت محظوظة من يوم ما ابتديت واشتغلت مع مخرجين بيحبوا الممثل. يعني انا اول فيلم اعمله كان مع الاستاذ عاطف سالم، كان عمري 14 سنه. صحيح. كان لسه صوتي ما نضجش كفايه، كنت بتكلم زي الاطفال مسرسعه كده شويه. قعد يعلمني ازاي اتكلم من هنا مش من هنا. صحيح. فكل مخرج اشتغلت معاه وكل ممثل وممثله اشتغلت معاهم
استفدت منهم وتعلمت منهم. نعم. أنا بحب أسمع كويس وحب أشوف كويس وحب أسأل وأفهم. نعم. فالحقيقة كتير قوي أثروا فيا، يعني طبعا أستاذ حسين كمال، أستاذ سعيد مرزوق، أستاذ شريف عرفة، عاطف الطيب، تعلمت منه حاجات كتيرة كتيرة جدا. يعني لا أنا كنت محظوظة الحمد لله أنا اشتغلت مع مخرجين بيحبوا الممثل بجد. نعم. وأنا محظوظ بصراحة أن أنت اليوم معاي في ذا بلين وفي هذا البرنامج، وتتفقين معاي ليلى في أن هناك فنانين يسيئون لصورة بلدهم؟ يسيئون؟ في العالم كله موجود أكيد، بس بتبقى نسبة قليلة. في مصر هناك فنانين تحسين لما تشوفينهم أن يعني هذا الفنان أو هذه الفنانة مش المفروض أنه يكون في الموقع هذا؟ لا أتذكر الحقيقة عشان أكون صادقة، يعني أكيد فيه بس أنا مش متذكرة حاجة. نعم. بفتكر الحلو دايما. وهذا الصح، عشان كده أنت حلوة وقاعد تقدمين كل شيء حلو للفن ولجمهورك الكبير والعريق من كافة أنحاء الوطن العربي. هقول لك صفات ليلى وأبيش تقولي لي يعني كنسبة من 100 موجودة هذه الصفة فيك. Thank you. ميرا هذا إحنا الورد عمل لنا هنا. Can I put it here, please? Okay. Thank you, ميرا. Great. Thank you so much. طبعاً إحنا جايبين لك أكل دايت، ترى هذا صحي من زيرو كارب. Thank you so much لزيرو كارب. عنيدة، تعتبرين نفسك شخصية عنيدة؟ Yes. كم بالمية؟ إيه؟ كم بالمية؟ كم بالمية؟ عنيدة؟ لا عنيدة. لا عنيدة. 100%؟ لا مش ما فيش حد 100% في كل حاجة، لكن نقول مثلا إيه 97%. مغامرة؟ خمسة وثمانين في المية. أكبر مغامرة سويتيها بحياتك كانت إيه؟ مش هقدر أقولها لك. ليش؟ مش عارفة. مش عارفة ولا مش عايزة تقولي؟ لا عشان أعمل لك تشويق أكتر. لا أنا متشوق أصلاً، ما أحتاج تشويق أكتر من كده. لا أنا عاوز أعرف المغامرة. مثلاً طلعت بالباراشوت فوق خالص لغاية ما نزلت، فكانت مغامرة وأنا مش متمرنة على حاجة زي كده وخدتها جدعانة وخلاص. أوكي. بعمل دايفنج، بحب الدايفنج جدا. عندك ليسن؟ وممكن انزل كمان في اماكن، طبعا لازم انزل مع حد، ما غير قانوني ان انزل لوحدي، لكن ممكن انزل في مكان انا ما اعرفوش. يعني عندي ما تخافين؟ لا ما شفتي قرش او لا شفت مانتا. أوكي. بس المانتا اللي عندها اللي بتكهرب، اللي عندها الديل اللي بيكهرب. رومانسيه؟ يعني شوي. بتحب الرومانسية؟ طبعاً بحب الرومانسية. بتقولي ما فيش حد ما بيحبش الرومانسية؟ لا فيه مع الأسف. كم في المية؟ لا أنا بحب الرومانسية. كم في المية؟ إحنا قلنا ما فيش حاجة 100%. يعني رومانسية، بحب الرومانسية جداً، بس بحب الرومانسية بجد. ايه؟ مش الرومانسية اللي كده يعني. إيه دي اللي كده؟ اشرحي. اللي هي يعني قلياني بقى. يعني أفعال. مش بس بالكلام. لا. أحب الكلام الحلو طبعاً. إيه؟ بس مش الكلام وبس، يعني أحب الرومانسية. الرومانسية مثلاً إيه؟ يعني أنا شفت دلوقتي مثلاً تابلو حلو فأروح مصورة علشان أنا عيني انبسطت، فعايزة أبسط اللي بحبه كمان بيها. أوكي. أنا بعمل حاجة علشان أبسط حد، عارف إزاي؟ نعم. يعني أنا بحب الرومانسية في المشاعر، في الحركة، في التفكير. ساعات الرومانسية لما بتبقى موجودة، مع إن العقل ده على طول منطقي وبيحسب كل حاجة وكده، لكن لما بيبقى في رومانسية الواحد بيبقى لز. وجدتيها هذه؟ الرومانسية؟ طبعاً وجدتها. موجودة؟ الحمد لله. وعشتيها؟ الحمد لله. الحمد لله. شرسة؟ كم من نسبة؟ لا أنا مش شرسة، بس ممكن أبقى شرسة جداً لو حد قرب لحد من عيلتي جداً. غيورة؟ جداً. غيورة؟ لا خالص خالص، معرفش ليه ماني كل إحساس، بس ما بحسش بالغيرة خالص. لا
لان عندك الثقه عاليه جدا. هو اللي يكون عنده ليلى علوي مش ثقه يعني، اكيد الحمد لله عندي ثقه، والاهم من الثقه الرضا. نعم. عندي رضا مريحني، وعندي رضا وحب تجاه الاخرين. يعني انا بنبسط لما اشوف في حد حلو او حد ناجح او حد لقى اللي هو عايزه. صحيح، لان سعاده الاخرين لن تقلل من سعادتك. لا خالص، بالعكس، ولا راح تاثر ولا سعاده شيء. الاخرين ولا نجاح الاخرين ولا، بالعكس خالص. لا، الغيره دي ما عنديش 3%. مغروره؟ مش بتقول مغروره، قلت لك لا. لا انا غيره. غيره، اوكي. مغروره، مغروره يعني شايفه نفسي. ايه يعني تحسين انت ساعات برضه. في إيه الغيره؟ لا لا. غير الغرور. لا 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 خالص، والله انا اشهد. والله لا خالص خالص اشهد بصراحه. بيتوتيه 100%. لقينا شيء 100%. 100% بحب البيت. ممكن هتصدقني لو قلت لك انا ممكن اقعد اسبوع ما اخرجش من البيت وابقى سعيده جدا. لا انا اصدق، برج الجدي بيعملوا كده، بيقعدوا في البيت. انت برجي ايه؟ الحوت. انت جاي. انا 16/3 ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيب مقدما. طيبه، هذه احلى يعني تهنئه عيد ميلاد ترى في 2019. لا انا ههنيك يوم عيد ميلادك. خلاص مستني. هستنى. رياضيه؟ الحقيقه كنت، دلوقتي ما بقتش قوي. كنت رياضيه كويسه، كنت بلعب باسكت وفولي وسباحه ويعني وامشي واجري، بس انا حصل لي كده اكسيدون من سنتين. من ساعتها ما رجعتش زي ما كنت. حادث سياره؟ لا مش وقعت يعني. فعملت عمليه في الشولدر. اوكي. فقعدت فيها 6 شهور عامله كده، فبوظتني خالص يعني، عارف، بقيت كلي كسلانه كده. لا ما تشوفين شر، ما تشوفين شر، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وخوافه؟ بتخافي؟ خوافه وبتخض بسرعه. يعني الرياكشن بتاعي سريع وعالي. يعني مثلا لو مثلا احنا قاعدين كده في ضوء في صوت عمل، انا اتخض سريعه الفزع، بتفزعي بسرعه. واخاف من الخطر اكيد يعني. بس مش خوافه اللي هو الجبانه. بخاف، بس عندي الجراءه وان انا اصد. نعم. اكثر شيء يعني مثلا مره كنا في رحله وكانت اتوبيسات كثيره موجوده في باركينج، وحصلت خناقه كبيره يعني. والعارف بقى اتوبيسات عايزين نطلع، فالاتوبيسات كلها موقفه كده قدام بعض، فالناس كله بيتخانق وكله، والستات تستخبى ومش. فانا رحت طالع نازله يعني، نزلت وحاولت ان انا اوقف احل الموضوع، امشي العربيات، وجبت ناس مع يعني، قلت لهم يا جماعه ما ينفعش كده، ان احنا جايين ننبسط مش جايين كذا يعني. اعرف اتصرف يعني. مره كنت في اليونان، وبعدين برضو نازله انا وماما وخالتي، كان انا خالتي عايشه في، الله يرحمها، كانت عايشه في امريكا، فجايين هم يتقابلوا في اليونان. فنازلين لقينا واحد راجل كبير جدا في السن، حاجه بتاعت 70-80 سنة، ومعاه بنتين شابات وعشر رجاله بيتخانقوا مع الراجل ده، واتنين ضربوه. اوف. انا ما قدرتش. عملتي ايه؟ انا دخلت في الخناقه. لا ما ترضين بالظلم؟ لا لا، دخلت في الخناقه. إيه؟ واتخبطت وكل حاجه، بس يعني بجد انا، وبعد كده ناس، لما انا دخلت ناس تانية، ده انت عارف برضو في الغرب مش زي عندنا. صحيح، ما عندهم الفزعه. بيقعدوا يتفرجوا إيه؟ ممكن يكلموا البوليس والبوليس يجي في ثانيه، وده اللي حصل طبعا وكل حاجه. لكن لا، انا ما اقدرش مثلا اكون انا في الشارع بعد الشر مثلا وحصلت حادثه او حاجه، حتى لو انا معروفه وممكن اتاذي. فاهم قصدي؟ وما انزلش اعمل حاجه واساعد حد، ما اقدرش. صحيح، لا يمكن. نعم، يعني جدعه
الحمد لله. جدعة كده تنقل جدعة. أمي علمتني كده. الحمد لله ونعمة التربية. الحمد لله الله يخليك. الكبيرة الجميلة ليلى علوي جاهزة للتيك أوف؟ يلا هنركب الطيارة. طيارة خاصة. أوكي. 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 يلا على باريس. وركبنا الطيارة مع جميلة الجميلات ليلى علوي. انت اجمل. انت ما تقعدش تقولي كده عشان بكسف. ما هو هذا الواقع بصراحة. شوفي انا اقول لك انت اجمل وحدة ركبت معي الطيارة في كل مشواري الاعلامي. حبيبي تسلم لي. يعني انت جميل. الله يسلمك. يعني انت اجمل وحدة وما اعتقد في واحدة أجمل منك راح تركب معي الطيارة. ده كلام كتير قوي قوي وكبير قوي علي. Thank you. لا هذا الحق والواجب وأنا سعيد جداً في أن راح نتوجه إلى باريس. حضرتك عارفة أن باريس شعارهم حرية إخاء مساواة. أيوة. اللي أنت مؤمنة بهذه الأشياء طبعاً الثلاث. طبعاً أكيد. التيك أوف. لما ركبت ليلى علوي طيارتها الفنية متى صار معاك التيك أوف؟ بالنسبة لي أنا حصل لما اشتغلت مسرح مع الأستاذ نور الشريف الله يرحمه. الله يرحمه. وكانت تأليف الأستاذ علي سالم وكان اسمها بكالوريوس في حكم الشعوب. هي المسرحية دي للأسف ما اتصورتش فيمكن ما حدش شافها تقريبا. هي كانت ممنوعه من العرض؟ لا هي ما كانتش بس هي ما اتصورتش. ليش لا ما اتصورت؟ عرضناها على المسرح. وليش ما اتصورت؟ يعني هو ده اللي حصل وقتها يعني. فدي كانت بالنسبه لي تيك اوف كبير جدا لان المسرحيه كانت قويه. كان معنا الاستاذ نور الشريف، الاستاذ العظيم الاستاذ يحيى الفخراني، علي الشريف، احمد بدير. وكنت انا لسه اياميها في اولى ثانوي. وجم كل كتاب وادباء وصحفيين مصر اتفرجوا. والاستاذ علي امين الله يرحمه كتب اذا كانت ليلى علوي لم تحصل على البكالوريوس بعد فهي في هذا العمل حصلت على البكالوريوس. نعم. فدي كانت بالنسبه لي اول يعني اقلاع او تيك اوف في مسيرتك الفنيه. وكانت تتكلم عن ثوره 52 المسرحيه ولا بعيده؟ لا 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 لا, لا بعيده خالص. لما كانتش على ثوره 52 كانت عن شنو؟ كانت على الحكومات في عالمنا ووطننا العربي الكبير. اوكي. لان احنا ما شافوها الا اللي حضروها. بالضبط كده. ايه يعني في ذاكره ليلى علوي وذاكره الجمهور المتفرج اللي اتى وحضر المسرح. بعيدة عن المسرح تماماً. بقالي فترة قررت 96 إن أنا مش هعمل مسرح. ليش؟ لكن لأن كان وقتها عندي شغل سينما كتير. وكنت حاسة إن مفيش يعني كنت براود قوي باللي أنا بقدمه في السينما. وما كنتش لاقية العمل المسرحي اللي أنا أقول أنا عايزة أعمل ده. بس بفكر في الوقت الحالي وده يعني سر من الأسرار إن يكون في مسرحية جديدة إن شاء الله هالسنة يعني. مش يعني على آخر السنة إن شاء الله. إن شاء الله كلنا مترقبين العمل المسرحي اللي راح تقدمه ليلى علوي. ليلى سفراتك لدول الخليج قليلة نوعا ما صح؟ تروحين دبي دائما؟ دبي طبعا بروح كثير. دبي مهرجان وبحب دبي كمان. بس دول الخليج الباقية زرتيهم؟ طبعا رحت البحرين. وطبعا جيت هنا الكويت كذا مره قبل كده. قطر. ورحت قطر مره في المهرجان اول دوره في المهرجان. عمان. وعمان طبعا رحت افتتحت المسرح هناك. والسعوديه. والسعوديه طبعا بروحها كل سنه طبعا. صحيح للعمره. الحمد لله ربنا يديمها يعني. نعم. ترشيحك او تم ترشيحك ما شاء الله لاكثر من مره انك تكونين رئيس لجان تحكيم لمهرجانات سينمائيه مثل مهرجان اسوان السينمائي. وايضا سبق لك وكنت
عضوة لجان تحكيم في مهرجانات دولية، مهرجان أبو ظبي لأفلام البيئة، قرطاج في تونس، ودمشق في سوريا، والقاهرة السينمائي. لو حسيتي أن هناك أعضاء معاك غير كف أنهم يكونون في لجنة التحكيم، هل حدث معك ذلك؟ أن أنت حسيتي في أن معاك أعضاء هم لا يستحقون يكونون في لجنة التحكيم؟ لا، ما حصلش أبداً. ما حصلش، لا. يعني أنا في مهرجان القاهرة الدولي، وفي كل المهرجانات، في أبو ظبي، في دبي، في كارتاج، في الرباط، في الرباط كنت رئيسة لجنة التحكيم، وفي ساو باولو في البرازيل رئيسة لجنة التحكيم. عمر ما حصل إن أنا كنت، يعني ممكن طبعا ذوق حد يختلف عني أو ذوقي يختلف عنه، لكن مش معنى كده إن مش هو مش في المكانة دي. نعم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا لا أملك إن أنا أقول كده حتى لو رئيسة لجنة التحكيم، لأن دي مسؤولية المهرجان وواجهة المهرجان نفسه. يعني حضرتك ما تتدخلين في اختيار أعضاء لجنة التحكيم؟ لا 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 طبعا، لا لا، مش أنا بس ولا حد. على منو يختار؟ المهرجان هو اللي بيختار. بس هناك يعني أشخاص هم اللي يختارون، المسؤولين عن المهرجان، كل مهرجان هم اللي بيختاروا لجنة التحكيم ورؤساء لجنة التحكيم. نعم. بالنسبة لك شنو أهم جائزة حصلتي عليها؟ تعتبرين هذه أهم واحدة؟ أنت ابتسمتي وتذكرتيها؟ لا، أنا بفتكرهم. بس أكثر واحدة بتفتكريها؟ كلهم يعني كلهم بفتكرهم، ما اقدرش انساهم. يعني كلهم مهمين. تخافين احد يزعل؟ لا خالص، مين اللي هيزعل؟ دول بتوعي، دول جوائز. يعني يعني مهرجان عن مهرجان. لا 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 لا، انت بتتكلم مهرجان بيبقى فيه مجموعه افلام بيختاروا منهم احسن فيلم. مش بس يكون في جائزه تحسين ان هذه الجائزه عزيزه عليك، يعني انبسطتي لما اخذتيها؟ بص، لان مثلا في مهرجان القاهرة الدولي سنة 94 اما خدت جائزة احسن ممثلة، كنت اعتبر اول ممثلة تاخد الجائزة وهو واخد الدولية. صحيح. فكانت كانت بالنسبة لي طبعا يعني مميزة. انزين. لكن كل الجوائز بحبها، لان انا بحب اعمالي وبحب الادوار اللي انا قمت بيها والناس اللي انا اشتغلت معاهم. فبحس ان ده يعني نوع من التقدير للعمل وليا. الجوائز دي انا يعني بعتز بيها جدا، يعني ما اقدرش اقول بفضل دي عن دي، ما اقدرش اقول انا بفضل الفيلم ده عن ده. صحيح. طيب، احنا في اتهام دائما يقال عنا احنا كعرب في ان مهرجاناتنا كثيره وفيها واسطه ومحسوبيات وشلليه وكلام كثير. ليش ما عندنا مهرجان نفس مثلا امريكا اوسكار؟ هل صحيح هذا الكلام في ان احنا عندنا واسطه، عندنا شلليه، عندنا مهرجانات عديده تكرم ناس على حساب ناس، تكرم الفنان بعد موته؟ بيحصل في العالم كله برضو. بص، انا عايز اقول لك حاجه، احنا بنتهم نفسنا اتهامات عالميه موجوده في العالم كله. فانا شخصيا زي ما قلنا واحنا قاعدين في اللاونج، ان انا ما بفتكرش الحاجات الوحشه، انا بفتكر الحاجات الحلوه. فانا مثلا سعيده جدا بكل التكريمات اللي انا حضرتها لزملائي. وطبعا بيحصل ان بيبقى في حد توفى، فكلنا بنقف له، بنقرا الفاتحه وبندعي له، وبيبقى تكريم لاسرته ولمشواره. يعني الواسطة موجودة في كل حاجة، الواسطة موجودة في الرخصة، بس في الفن وفي المهرجانات الكبيرة اللي أنا اشتركت فيها ما فيش ده قوي. يعني بصراحة، يعني أنا مثلا لو مهرجانات العربية ولا الرباط ولا أبوظبي ولا دبي ولا كارتاج ولا مهرجان القاهرة اللي هو أدب مهرجان فيه الحاجات دي، بصراحة يعني أنا ما مش بدافع عن حد، بس أنا بقول اللي أنا عاشرته واللي شفتيه. جائزة إنجاز العمر اللي حصلتي عليها ب 2018 من مهرجان السينما العربية، مبسوطة فيها قوي طبعاً؟ طبعاً أكيد. بس ما حسيتي إن هذه الجائزة كبرتك؟ ليه؟ في إن هي يعني قالت لك في إن أنت عمرك صار كبير؟ أنت عارف أنا بشتغل بقالي كم سنة؟ 50؟ 40 سنة. 50 من وأنا طفلة. لكن من أول البواساء 40 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. يعني المفروض ايه، اطلع معاش ولا ايه؟ لا، معاش اللي طلع ليلى علوي معاش. هو الفنان بقى كده طبعا. لا، الفنان
عطائه. يعني احنا مثلا النهارده كانت معانا رانيا فريد شوقي وبنفتكر الاستاذ فريد شوقي لغايه اخر يوم في عمره كان بيشتغل وبيبدع وبينتج وبيطلع وجوه جديده. فريد شوقي من الناس اللي مطلعاني. صحيح، الله يرحمه. الله يرحمه. نبي نشوف التكريم هذا الرائع من انجاز العمر. الفرحه فرحتين، فرحه التقدير والتكريم الجميل ده المشواري، وفرحه احلى حاجه في الدنيا الصداقه والزماله الطيبه اللي طول تاريخنا. الحمد لله الحمد لله مفيش اي اشاعات طلعت علينا ولا حاجه على الصفحات الجرايد خناقات او او او، بالعكس احنا الفنانين واحنا بنات مصر الجديده، وطبعا بنات مصر صابرين وهلا صدقي وشريهان كل الجيل بتاعنا، دايما كنا اصحاب، دايما كنا بنحب بعض، دايما كنا بنحب النجاح لبعض وبنحب نتنافس على النجاح كمان. متاثره كنتي؟ بتاثر قوي. ودلوقتي تاثرتي؟ انا بتاثر بسرعه. حساسه؟ ايوه. كثير البكاء، كثيره البكاء والضحك والضحك واللعب. بتلعبي ايه؟ بلعب كل حاجه. لا في اللعب شاطره جدا. والجد ايضا. ايوه. ما تحسين ليلى ان الجيل الحالي التنافس بينهم، او يعني ما يصير انا اطلق هذا اللقب، بس انت شلون شايفه التنافس بين بنات الجيل الحالي مختلف عن التنافس اللي كان بينكم؟ لا التنافس موجود دايما في كل جيل، التنافس موجود، والتنافس ده شيء مهم جدا. الفن الابداع بيستفيد، الجمهور بيستفيد، يعني التنافس ده مش حاجه وحشه، التنافس الشريف حاجه محترمه. اي انا كنت ابي اقول عن الغير شريف. لا بص بقى انا ماليش في الحاجات دي، ما بيكملش، يعني ما بيكملش التنافس الغير شريف، ما بيكملش. عشان كده التنافس اللي بينكم في الجيل اللي مع حضرتك هالة صدقي، الهام شاهين، يسرى، كلكم نجحتوا واستمريتوا الى هذا اليوم. انا ذكر حتى مره من المرات كلكم تجمعتوا في لقاء مع انوشكا. ايوه مظبوط، ده كان بروجرام هايل، كان ذكي جدا ان هو يجيبنا احنا الثلاثه مع بعض، لانها كانت اول مره. نعم، ومو اي فنانه يعني ترضى تطلع مع فنانه منافسه، فانتوا طلعتوا الثلاثه مع بعض. ليش هالة صدقي ما كانت معاكم؟ مش عارف. بص خد بالك، يعني انا والهام وهاله وشريهان وصابرين جيل، ويسرى سابقنا سنه قبلنا شوي. يعني فهمني ازاي، هم ما كانوش قاصدين ان هم يطلعوا جيل فيجيبوا المجموعه كلها. يعني اعتقد ان هي كانت شايفيننا احنا مع بعض وفي المهرجانات وفي المناسبات مع بعض، فجت كده. يعني مش مقصود ان يطلعوا الجيل ده مع بعض كله، ولا كان لازم يبقى معانا ناس كتير قوي. نعم، من الفنانه من صديقاتك تتوقعين انها هي حريصه انها تشوف لقائك الحين؟ اللي اول ما تعرف ان لو حد ما عندوش شغل وقاعد في البيت اكيد كلهم هيتفرجوا. لا اقصد منه من صديقاتك اللي اول ما تعرف ان ليلى علوي عندها لقاء هتفتح وتشوف اللقاء. بص زملاتي واصدقائي في العمل كلهم بيبقوا مشغولين، يعني يمكن بيتفرجوا بعد كده، لكن اصدقائي الانتيم بقى اللي هم اصحابي اصحابي طبعا عايزه اقول لك ان هم مستنيين اخلص اقول لهم عشان يعرفوا انا عملت ايه. ذكيه جدا في اجاباتك. نعم ذكيه جدا في اجاباتك. لا بس انا بقول حقيقه مش بستسكى، يعني انا تلقائيه جدا على فكره. ايه بس انت ذكيه، يعني ذكيه في اجاباتك. شهاده اعتزاليه. طبيعي يعني طبيعي ان انت تكونين بهذا القدر من الذكاء، لان انا عاوز اخذ حاجه او معلومه ومش قادر اخذها. معلومه ايه اللي عايز تاخذها؟ قول لي وانا اقولها لك على طول. من الفنانه اللي راح تشوف لقائك؟ بقول لك اكيد كلهم لو هم عارفين وفاضيين. انت ليه عندك شك في كده؟ لا ما عنديش شك. طيب امال ايه؟ بس انا عاوز ادور. لا يعني لو انا طلبت كلمت حد قلت لها اتفرجي وقولي لي رايك، هتتفرج وتقول لي رايها. منو اللي دايما تقول لك راي، يعني تقول لك رايها في لقاءاتك؟ كله على حسب، على حسب مين اللي شاف. ممكن هاله تقول لي، ممكن الهام، ممكن يسرى، ممكن يحيى الفخراني. على فكره مش لازم تبقى احنا الزملاء، مش لازم يبقى نفس الجنس بتاعي.
كلنا بنشجع بعض. وكل يعني الكلمة اللي أنا قلتها إن إحنا الحمد لله عندنا علاقة وتاريخ بيثبت ده طيبة ومثمرة، ده حقيقي. صحيح. إذا بنتكلم عن الجيل الحالي، الفنانات اللي موجودين في الساحة المصرية، منو اللي تحسين إن هي ماشية صح وممكن تذكرك في بدايتك الفنية؟ بلاش في بدايتي الفنية، لأن أنا بدايتي كانت مختلفة تماماً خالص، بشتغل من وأنا طفلة. لكن مثلاً خليني أقول لك مين اللي أنا معجبة بيهم. يعني أنا معجبة جداً بمنى شلبي وبهند صبري ومنى زكي جداً، وياسمين عبد العزيز بشوف انها ليها نوع معين وستايل. يعني انا والدتي الله يرحمها كانت من عشاق ياسمين عبد العزيز مثلا. نعم فعلا، تحب تتفرج على افلامها جدا. طبعا انا مش متذكره الكل اكيد، صحيح، بس حقيقي بجد الجيل الجديد فيه من البنات ومن الشباب في مواهب تلقائيه جدا، ومثقفين ومتعلمين كويس وبيشتغلوا على نفسهم، والحمد لله ان هم عندهم الـ يعني الـ الكارير دلوقتي بقى يعني غني وسهل، اسهل من الاول. صحيح. انتوا كنتوا تواجهون الكثير من الصعوبات على اساس ان انتوا توصلون يعني 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 مثلا القنوات دلوقتي زادت، فالدراما زادت، السوشيال ميديا، السوشيال ميديا كمان بقى ممكن حد عمل عمل او عملين وتلاقيه معروف وليه جمهور من خلال بس السوشيال ميديا مش من اعمال. نعم. فيلم المصير، أيوة، اللي يعتبر يمكن يعني رائعه من روائع السينما المصريه والعربيه، وحضرتك يعني أديتي دور البطولة في هذا الفيلم مع الأستاذ الراحل الكبير يوسف شاهين، اللي رحيله يعتبر خسارة كبيرة للسينما العربية والمصرية والعالمية بعد. طبعا، لأنه يعني شغله شغل عالمي. الناس استغربوا أن ليلى علوي أنت رقصتي وغنيتي في هذا الفيلم. لا، رقصت بس محمد منير. علي صوتك، غنيتي شوي علي صوتك محمد منير. مش أنت أبدا ما شاركتي؟ لا لا لا، وبالدف وال يعني كرأس ودف وكده، لكن في الغنى لا. عمرك ما بس تغنين شوي في أعمال أخرى؟ لا، غنيت كتير. إيه؟ طبعا غنيت في المسرح وغنيت في السينما وفي تلفزيون وفي الإذاعة وأنا صغيرة. وكلمات الأغنية كانت علي صوتك، علي صوتك بالغنى. لسه الأغاني ممكنة، الأغاني والأماني، لسه الأغاني والأماني ممكنة. صحيح. للحين هناك أماني تتمنى تحقيقها ليلى علوي؟ طبعا، احنا طول ما احنا عايشين لازم نحلم ونتمنى. شنو اللي للحين ما حققتي؟ اللي ما حققتهوش، بص انا احلامي كبيره بس على ارض الواقع. فالحمد لله دايما بتتحقق يعني لما ربنا بيريد. مفيش حاجه انا عايزاها دلوقتي وانا قاعده معاك حلم بقول ايه الحلم اللي ما حققتهوش، مش عارفه، مش لاقيه. بس ممكن اقول لك احلامي مش لي انا، على حق منه؟ احلامي ممكن لبلدي، للصناعه بتاعتي، لابني، للناس اللي انا بحبه. لانك حققتي العديد من الاماني والاحلام. الحمد لله. نعم. الحمد لله. الله يتمم عليك هذه الامنيات اللي حققتيها وتحققين ان شاء الله المزيد. انا كنت عاوزك تغني عشان كده بقول لا انا مش بعرف اغني كده. تتكسفي؟ واذا غنيت معاك اسمعك بس. يعني ما فيش فايده مع ان انت تغنين ساعات في البرامج، بس تحسين ان يعني حضرتك مؤديه اكثر من مغنيه. طبعا. لا، مؤديه مش. نعم. بس ودني حلوه وبحب المزيكا قوي قوي، و الموسيقى بالنسبه لي صديقتي. نعم. فتحبين دائما انك تسمعين؟ بعشق المزيكا. نعم. طبعا في كذي جفت وصل لك، تتفضل. عندنا المضيفه ميره من ميرا. هذا بمناسبه ال واو الحب، وانه معنا هابي فالنتاينز الحسناء.
ليلى علوي أما تحفة بشكل عجبتك دي من مكان عندنا بالكويت تحفة عرف بوجودك اسمه جليز فنشكرهم شكرا جزيلا ميرسي كثير على الورد وقلب الحب هذا لأن أنت مثال للحب يا ليلى والجمال ونفتخر فيك ثانك يو سو ماتش ميرا ثانك يو شكرا جزيلا عمل والدتك الله يرحمها في التلفزيون سهل عليك دخولك للمجال الفني هو كان السبب في الصدفه او في سبب في القدر بتاعي لاني انا هي مامي كانت في الاذاعه مذيعه وانا كنت معاها وكده والتقيت بمخرج وسالني عايزه تبي تغني وكده قلت له انا بغني وبرقص وبمثل وبعمل كل حاجه يعني لو والدتك الله يرحمها ما كانت تشتغل بالتلفزيون يمكن انت ما كنتي دخلتي الفن يمكن محدش عارف بس هو ده كان بس انا عمري ما قررت وانا بدرس ان انا ابقى ممثله معني انا في المسرح في الاطفال وفي المدرسه قصدي وفي برامج الاطفال من وانا صغيره وكده بس كنت دايما بفكر ان انا مش هطلع ممثله نعم. يعني شايفة دي هواية بالنسبة لي وحاجة بحبها وبحس كده أنا ببقى مبسوطة وأنا بعملها وبعتبر نفسي الحمد لله من المحظوظين جدا إن بالرغم إن أنا كانت دراستي حاجة تانية خالص ولكن قدري وربنا كاتب لي إن ده يكون الكارير بتاعي نعم أحلى كارير طبعا اللي كسبنا وجود النجمة ليلى علوي ليلى مع التوريث انت مع سياسة التوريث يعني انا ملياش في السياسة خالص اساسا لا انا ما اقصد سياسة اقصد بالفن اها يعني انت مع سياسة التوريث بالفن يعني والدتك بالفن انت تكونين بالفن خالد ممكن يكون الله يحفظه بالفن ما اعرفش لا لا خالص لا ما اعرفش لا بس هي مش يا جماعة مش توريث يعني انا بشوف ان ده يعني انا مامتي ما كانتش فنانه علشان انا اورث وهي ماما كانت مذيعه بس بالفن وانت لايقه تكوني مذيعه وبدايتك كانت تقريبا صح بدايتي في الاذاعه في برامج الاطفال بغني وبمثل صحيح لكن انا بشوف ان ده فيه ظلم ان مثلا ابن فلان او ابن فلانه طلع ممثل انا بشوف ان ده ظلم ليش كلمه ان هو يورث لان اولا ده مكتوب يعني ربنا كاتب له كده بالذات لو نجح يبقى هو موهوب ولو هو ما نجحش يبقى هو مش موهوب يعني ما فيش حد بيفرض نفسه خالص في المهنه بتاعتها دي ويستمر نعم لان في ناس لانها مهنه لازم تصل لقلب واحساس وعقل المشاهد مش ممكن حيوصل له الا وهو صادق وموهوب بس مو ابن الفنان اذا كان ابوه فنان او والدته فنانه ياخذ فرصه اكبر من غيرك ياخذ فرصه لان هو في الكارير شايف الناس والناس شايفاه فيصير اسهل لكن مش توريث ياخذ فرصه يبقى عنده فرصه لكن مثلا ما احنا مثلا معظم الدكاتره الكبار ولادهم بيطلعوا دكاتره صحيح هل ده بيورثهم الطب لو ما هوش تعب ودرس وعنده بيحب مهنة الطب دي مش هينجح مش هيبقى دكتور ناجح صحيح المهندس نفس الحاجة وفي ناس تانيين يعني أنا أعرف ولاد فنانين كتير جدا ما يحبوش يتصوروا فوتوغرافيا معاهم صح فمش شرط فأنا بشوف إن كلمة التوريث دي بس بعد إذنك إنها فيها ظلم للفنانين اللي نجحوا أوكي جاهزة حق الـ Air Pumps؟ يس Let's go يلا راح ندخل الحين إلى المطبات الهوائية طبيعي أن الطيار يعني يدخل في الـ Air Pumps بس أنا راح اتكلم مع المطبات انها تكون خفيفه اوكي خفيفه عشان مزه السينما المصريه ليلى علوي اير بامبس
الفن كون لك ثروة؟ الحمد لله أكبر ثروة وأكبر ما كنت أحلم وأتخيل. حب الجمهور طبعا. وفلوس؟ حب الناس. فلوس إيه يا عم؟ فلوس بتروح بتخلص، إحنا أحسن ناس نصرف الفلوس. صحيح. حب الناس. طب إحنا كنا مع بعض شوية صغيرة كده، إيه؟ أنت شايف إيه؟ أنا شفت بلاوي. الكل عاوز يشوف ويبص على ليلى علوي. يعني محب بحب. الحب ده أحلى حاجة في الدنيا. ما شاء الله عليك، عندك سلام داخلي. الحمد لله. هذه أكبر نعمة وأكبر لله. كنز وثروة تملكها الحمد ليلى لله. علوي. الحمد ده حقيقي. أنا أنت عارف. دارس علمي نفس. أنا عارف إنها. فأنت قدرت تحس. من المشكلة إن أنا اليوم الكاركتر بتاعي مختلف عن كل الحلقات السابقة، مكسوف أسأل يعني وأخذ راحتي من كثر ما عندها سلام داخلي ورقة ويعني تسأل أنت مكسوف تسألني حاجة؟ آه اسأل. يعني أسأل عن الحب في حياتك والزواج والحاجات دي. أنا عارف أنا حبيت الحمد لله واتجوزت الحمد لله وانفصلت، وإن شاء الله كل اللي جاي أحلى. طيب جيلكم الفني انظلم ماديا؟ ليه؟ يعني احس ان الجيل الحالي ياخذون اجور وايد اعلى. لا كان الجنيه وقت احسن والدولار بالنسبه للجنيه. لان قاعدين نسمع ان مؤخرا ارقام فلكيه ياخذونها النجوم والنجمات. بس في العالم كله يعني. فعلا؟ اه في العالم. الارقام كله. هذه فلكيه؟ لا يعني في العالم كله في ارقام بتبقى كده يعني، مش في مصر بس يعني. في الخليج في كده، وفي يعني انا دايما افتكر كان اميتاب باتشان جه عندنا في مهرجان القاهره. كان في الدوره بتاعه الاستاذ الفنان حسين فهمي. فكنا قاعدين بعد حفل الافتتاح بنتعشى وكده، فبيسال على الاجور وبيسال ما اعرفش يعني، عايز يعرف فنانين مصر بيشتغلوا ازاي وبيعملوا ايه وايه وايه. فقعدنا نسمع اجور اللي في الهند واللي في فرنسا واللي في مصر. واكتشفنا ان الفنان المصري بكل اللي هو عطاه لبلده وللصناعه بتاعته ان هو ارخص فنان في العالم من الناحيه الماديه، مش من ناحيه القيمه طبعا. مانشيت الفنان المصري من الاجر المادي هو ارخص فنان. يعني كل الفنانين التانية في الخليج وفي الهند وفي الصين وفي اليابان وفي كله بياخدوا أجور تانية خالص. لا بس بقول لك شغلة، احنا بالخليج أقل. ما عنديش فكرة، ما اشتغلتش في الخليج. يعني تقدرين تعطيني مثال مثلا الفنان ياخذ كم؟ لا دي حاجات أنا ما أقدرش أتكلم فيها وما يصحش أنت كمان تسأل فيها. ليش؟ لان مش انا تسالني عني انا، مش تسالني عن غيري. يعني عاوزاني اسالك عن اجرك؟ لا هو اجري مطب، انا مش فاهمه فين مطباتك. الحب مطب. ما انا قلت لك هخلي المطبات رقيقه. لا دي مش مطبات. حفر؟ دي مش مطبات. طيب فيلم المغتصبون ليش هذا اكشن؟ اولا بترحب على الاستاذ سعيد مرزوق، بفتكر صعوبة الفيلم والقضية دي اللي غير قانون في مصر. استرو حقيقي. يعني الفن في مصر يغير قوانين ورسائل واضحة للمجتمع. طبعا. عارف أقول لك حاجة، يعني بمناسبة إن احنا اتكلمنا عن المغتصبون وعلى الأستاذ سعيد مرزوق. أيه. طبعا عارف إن الأستاذ سعيد مرزوق عمل الفيلم العظيم بتاع الأستاذة فاتن حمامة ورشدي أباظة، وهو غير قانون برضو. يعني تاني فيلم لسعيد مرزوق يغير قانون في مصر. نعم. لأنه هو صاحب رسالة. من كتر ما بيعمل الحاجة بجد وعن واقع وحاجة تهز المجتمع بيتأثر بيها. وأنت تأثرتي؟ ما انا مشكلتي انا بتاثر بسرعه لو يسمعك. بس على فكره دي حاجه حلوه طبعا، في ان للحين عندنا مشاعر واحاسيس ونتاثر. هذا الشيء صار مو موجود في الفتره الاخيره، صح؟ ما تحس ان الناس اصبحوا قاسين؟ هناك قسوه. الحياه بقت تف للاسف. الحياه بقت تف.
لو يسمعك الراحل سعيد مرزوق شنو تقولي له؟ أقول له الله يرحمك يا أستاذ، كل أفلامك كانت مهمة ومؤثرة، كلنا بنحبك، وربنا يدي الصحة والسعادة لأسرتك كلها. اللهم آمين. في فترة من الفترات بالسينما المصرية، هل صحيح كان التسويق للفيلم عن طريق المشاهد الجريئة؟ هل هذا الكلام صحيح؟ أنا عمري ما اشتغلت في التوزيع. إيه؟ أوكي أنا عارف، بس أنت من يعني نجمة سينما فأكيد عارفة. يعني المشاهد الجريئة بتحمل معاني كتيرة. نعم. يعني أنا بشوف مثلاً إن فيلم المغتصبون فيلم جريء جداً ومشاهده جريئة وقاسية جداً، لكن ما فيهوش أي حاجة خارجة خالص. نعم. بالرغم إن هو بيتكلم عن قضية اغتصاب. صحيح. فأنا ده نوع الجراءة بقى اللي أنا بحبها. وأنا كمان بحب جراءة وحرية كل فنان بيقدم عمل، وحرية كل مشاهد حابب يشوف إيه وما يشوفش إيه. نعم، بس الجرأة قلت بالفترة الأخيرة بالأفلام المصرية، صح؟ في الوقت الحالي. لا، هي الأفلام كلها قلت، مش الجرأة. الإنتاج كله قل. لكن الجراءة لا، بالعكس. أنت مع الجرأة؟ طبعا. نعم. ليلى، احنا ندري ان تحبين الكلاب، صح؟ جدا. هل تشوفينها ان هي اوفى من البشر؟ بص هقول لك حاجه، هو اول صفه في الكلب الوفاء. صحيح. لكن مش معنى كده ان مفيش بشر اوفياء، لكن هم كل الكلاب اوفياء، لكن مش كل البشر اوفياء. اوكي. بس يعني بالفترة الأخيرة، بما أن حضرتك قلت أن الحياة صارت تف وقاسية، يعني الإنسان لما يربي كلب، الله يعز السامع، تربين كلاب صح؟ أيوة، وقطط وعصافير. تحبي أقول القطط؟ عشان شبهك. لا، أنا طول عمري بربي كلاب، بس ماما بتحب الكلاب والقطط، وأنا يعني بربي القطط بتاعتها دلوقتي. منو من الفنانين الشباب اللي لو تشتغلين معاه تتوقعين ممكن تصير في كيمياء حلوة؟ مش عارفة يعني، بس أنا أعتقد يعني معظمهم، لأني أنا معظمهم يعني ما أقدرش أقول مين تبقى فيه كيمياء حلوة، لأن أوريدي لما بنتقابل أو بنلتقي في مهرجان أو في مناسبة أو حاجة أوريدي فيه كيمياء حلوة. نعم. يعني وممكن بذكائك تخلقون الكيمياء هذه. هي ممكن طبعا. مش بذكاء، ان الواحده لازم الطرفين بيبقى. لكن هو الاهم من ده ان احنا لما بنيجي نشتغل في العمل احنا بننسانا، يعني بننسى نفسنا وبننسى شخصيتنا، وبنبقى متاثرين جدا بالشخصيه اللي احنا بنلعبها وبالسكريبت وبالحوار وبكل ده، من كتر ما بنقرا مع بعض ومن كتر ما بنشتغل مع بعض. اعتقد ان الشخصيات بقى، سواء كان شاب او شابه او 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 او، بتلاقي ان حصلت الكيمياء وصار النجاح، حصلت المصداقيه في الاحساس اللي انت عايز تنقله. نعم. ايش رايك بقرار تقليل الانتاج في الدراما المصريه؟ في قرار ظهر اللي هو في ان أنا ما أقدرش أقول إن هو قرار، لكن ممكن أقول إن هو ظروف اقتصادية، ممكن أقول إن هو في مرحلة بتتغير فيها حاجات فبيحصل كده. نعم. لكن ما أقدرش أقول إنه قرار. في 8 مارس حطيتي بوست على الانستغرام عن يوم المرأة العالمي، وكتبتي كل عام وكل سيدة قوية وحاصلة على حقوقها وتقديرها، صح؟ صح. تشوفين ان المرأة العربية ماخذة حقوقها كاملة؟ في طبعا مش كل، يعني مثلا لو هتكلم عن عندي في مصر، طبعا في المرأة واخدة حقوقها وحريتها ومكانتها، لكن مش في القاهرة، في مناطق معينة، مش في كل جمهورية مصر العربية، لأن للأسف لسه في وعي محتاجينه أكتر واهتمام
بالمرأة في مناطق متطرفة شوية أكتر. الرجل محتاج برضو أنه هو يفهم يعني إيه مرأة أكتر وحقوق المرأة. الرجل يعني العربي؟ أنا بقول جمهورية مصر العربية فيها عن أماكن إيه؟ المرأة واخدة حقوقها، وفيها أماكن في الأرياف في مش ما أقدرش أعمم أن المرأة واخدة حقوقها صحيح. كاملة. في مناطق لسه محتاجة لتعليم ولتوعية ولثقافة والحرية والوعي. نعم الوطن العربي وفي الوطن العربي، لكن أنا مثلا أقدر أقول تحية كبيرة جدا للسعودية عشان إن المرأة النهاردة بتسوق، لأنها مرأة مثقفة ومرأة قوية وأم مثالية ومتعلمة وليهم قيادات كتيرة، وكانوا محرومين من حاجة بسيطة جدا. صحيح. الأير بامبس كان خفيف، انا من الحياه ما حسيتش بيه الحمد لله، كان لطيف لان معنا لا انت كابتن كويس الله يسلمك. الحين في اللايف جاكيت سؤال واحد اذا تحبين تجاوبين عليه اوكي تجاوبين عليه، ما تحبين تجاوبين عليه حتلبسي اللايف جاكيت. اوكي ار يو ريدي؟ ريدي. اللايف جاكيت. اللايف جاكيت هذا الأورنج إن شاء الله بحياتك ما تحتاجينه. في مرة كنتي بالطيارة ولا سمح الله حسيتي إن الطيارة كان راح يصير فيها شيء؟ لا أنا مرة كنت في البرازيل وفاتتني الطيارة. أنت كنت بتعملي إيه في البرازيل؟ كنت في مهرجان ساو باولو. أوكي. كنت رئيسة لجنة تحكيم في مهرجان ساو باولو. ونزلت على ريو، قلت مش بقول أروح هناك وما شوفش ريو، نزلت على ريو وفاتتني الطيارة. أيه. فبكلم امي في ما كانش في موبايلات، بكلم امي في التليفون لا ماما الطياره فاتتني وما اعرفش ايه وايه. ما فيش بعد كام ساعه لقيت ان الطياره اللي انا كنت هركبها وقعت. الحمد لله فما لبستش انها وقعت من غير وجود مزتنا الجميله ليلى علوي. سؤال لايف جاكيت يعني المعد متوصل ان الاسئله حيل تكون رقيقه عشان ليلى علوي. دائما يسالونك عن وزنك، سر حفاظك على جمالك. ليلى علوي طبعا ما شاء الله ولا تجميل، هذا شكل ليلى علوي من وهي صغيره لحد الوقت. شنو سر ان انت ما شاء الله واصله الى هذا العمر وهذا الجمال والمحافظه على شكلك؟ يمكن تعطيني شيء جديد. بص هقول لك حاجه، انا مش بعمل اي حاجه زياده خالص. يعني مش مثلا اقول لك انا بلعب رياضه زياده، انا ما باكلش، انا لا انا بعمل كل حاجه بالوسط. يعني بلعب شويه رياضه بس مثلا انا اكتف، احب اتحرك في البيت، احب ارقص، احب امشي كتير وحركتي سريعه، يعني تلاقي الخطوه بتاعتي شويه عسكريه وسريعه كده. بحب جدا اشرب عصاير خضار. حلو. فعندي كل يوم الصبح لازم اشرب شوب كده، زي عارف شوب عصير القصب. إيه؟ انا اشرب كله خضروات خضراء. اوكي. ده حاجه اساسيه واعتقد انها فادتني جدا بالنسبه لبشرتي وبالنسبه للون البشره والصحه وكده. ما باكلش متاخر بس باكل. بشرب ميه كتير جدا جدا جدا. بنام كويس قوي، ما بكرهش، ما بغيرش، ما بحقدش، برمي توكالي على الله ونعمة بالله. هذا الوصفة السرية السهلة سهل ممتنع من ليلى علوي لكل البنات والشباب بعد. طبعا صح. لكل الناس. جاهزة حق اللاندنج؟ يلا خلاص الحين هبوط اضطراري. اضطراري؟ لا لا وصلنا خلاص. خلاص وصلنا إلى فرنسا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كانت رحلة ممتعة. اللاندنج. أوكي. Let's go. دكتورة هودي أسنان لبنية وبطيح، ليش نعالجهم؟ هيدا السؤال كل يوم بسمعه أكثر من مرة باليوم. أول شيء لازم تعرفوا إنه الأسنان اللبنية بتأثر كتير على الأسنان الثانية، يعني إذا خسرنا هودي سنين قبل أوانهم
الاسنان الدايمه رح تتاثر، في مرات الاسنان الدايمه ما بتطلع، في مرات الاسنان الدايمه بتغير البوزيشن تبعها. فالاسنان اللبنيه كثير بتاثر على الاسنان الدايمه، ولازم تعرفوا انه الاسنان اللبنيه اذا من هلا ما علمنا اولادنا ينظفوهم ويهتموا بنظافه كمان، بس طلعوا اسنانهم الدايمه ما رح يعالجوهم، ورح يصير في عندهم مشاكل مثل المشاكل اللي كانت عندهم وقت كانوا فرصهم اللبنيه. خلاص ما بقى شيء ونوصل الى فرنسا، وانا زعلان ان انا راح افارق النجمه الجميله ليلى علوي اللاندنج. انتهيتي من تصوير دورك في فيلم التاريخ السري لكوثر مع المخرج محمد امين، والمنتظر عرضه قريبا. انا انتهيت من التصوير. ايه الحمد لله. ايه هم لسه فاضل لهم يومين وينزل في السينما، ولا يخلصوا بقى المونتاج والميكساج وكده وياخدوا تاريخ عرض وينزل ان شاء الله هالسنه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يعني قد ما اكيد شيء مختلف لانه صار لك فتره بعيده عن السينما. ان شاء الله هيبقى شيء مختلف تماما. نعم ناطرين ان شاء الله بالكويت ونبي يكون عندنا. صحيح الستات ما بيعرفوش يكذبوا؟ بيقولوا كده، بيقولوا كده. في عندنا بروجرام كمان اسمه الستات ما بيعرفوش يكذبوا. بس يعني احس انا ان الستات بيعرفوا يكذبوا. بس هو كل الناس بتعرف تكذب، لان بس ده بيبقى موضوع مبدا. ففي ستات وفي ناس ما عندهم مبدا ان هم ما بيحبوش الكذب ولا الكذابين. نعم صح، الله يبعد عنا الكذابين. ايوه الغير ملتزمين. ايوه من يعني الاشياء الملفته في شخصيه ليلى علوي ما شاء الله عليك في الانستغرام، طبعا حضرتك عندك اكاونت موثق على الانستغرام، دائما تهنين زملائك ولما لا سمح الله احد يعني يرحل تحطين نعي وحيدات حتى. منو اللي برحيله تحسين خساره للفن؟ مؤخرا. مؤخرا؟ يعني انا شفت، انا تاثرت جدا اما توفى الاستاذ حسن كامي، لانه كان انسان محترم جدا وليه مكانته في الاوبرا وعمل حاجه كويسه في التمثيل، وكان انسان خير كده وطيب قوي. يعني صعب الواحد يفتكر طبعا الحاجات دي، لكن الموت علينا حق كلنا، وربنا يرحم كل الناس اللي سبقونا في مكان أحسن مننا. وأنا هقول دعوة، يا رب يا رب تشفي كل مريض وتريح قلوب كل الناس. آمين آمين. نعم الحين تقريبا خلاص احنا وصلنا إلى فرنسا مع الجميلة الرائعة اللي شرفتنا اليوم في برنامج The Plane، وأيضا في الكويت. شكرا. انا بشكرك جدا جدا، وقناة الاي تي في مشكورة وايد، وفي جفت اصلا يعني ما شاء الله اليوم الهدايا كانت كثيرة حق نجمتنا واو القطة قطة كل ورد احمر كل ورد احمر، وان شاء الله ايامك كلها سعادة. شكرا. وحب. ثانك يو. هذه مجوهرات زغيب تقدم لك. ميل ميرسي. يعني قفت بسيط جدا من الالماس لك يا ماستنا، انت الماستنا جوهرتنا. طب نفتحها بس عشان الناس تعرف انا واخده ايه علشان يلا كلنا عاوزين نعرف، ترى انا مش عارف ما يتعشموش قوي. لا شوف ان شاء الله تعجبك. كلك ذوق وكلكم ذوق. لا اف عليك، هذا واجب، وان شاء الله يكون قليل في حقك جميلتنا اللي انا وايد تشرفت ان انا اقابلك اليوم في برنامج ذا بلين. ثانك يو. بس انا مش عارفه افتح. على بال ما تفتحينها ابي اشكر توسكانا كلينك الدكتور منذر العجمي على هذه الهديه لحضرتك نجمتنا ليلى علوي. ميل ميرسي، بشكره جدا على الورد الجميل. وانت مش محتاجه تجميل، ولكن اي مره انت في الكويت زورين العياده وتعملي انت وقرايبك واهلك واللي انت عاوزاه. Love. 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 فشكرا. حلوة قوي قوي، ميرسي. لمجوهرات زغيب. حلوة قوي قوي. وإن شاء الله تكون ذكرى حلوة منا. Thank you. من الـ ATV ومن برنامج The Plane. وأيضا عيادة أسنان تاور تقدم حق نجمتنا ليلى علوي
في اي مره تزوري الكويت ما شاء الله اسنانك رائعه الله يخليك، ولكن اي مره حابه تغيري اسنانك، خالد اختك صاحبتك اي حد، فهذه دعوه مفتوحه لاسنان تاور، هو اكبر مركز اسنان. شكرا لكرمكم وشكرا لذوقكم وشكرا لاستقبالكم وشكرا لكل الورد والمحبه وشكرا للرحله اللي انا اسعدت بيها معك. انا اكثر، الجميله ليلى علوي شكرا جزيلا ان انا شفتك اليوم، وكانت احلى رحله في برنامج ذا بلين. الله يحفظك وننطر اعمالك كلها ورائعه جدا جدا جدا، وانا تشرفت في شوفتك. وانا كمان جميله الجميلات وسلم لي على الوالده جدا. عاد حتنبسط قوي، اجمل فنانه شفتها بصراحه. أشكرك ليلى علوي. أشكرك. وهي جميله قوي بس في الحقيقه اجمل. شكرا شكرا لك، على السلامه. الله يسلمك. شكراً.